انا اللي تنبين هو انه راه ما يمكنلكش تجيب 26 مليون الا ما عندك واحد شركه الخطوط الوطنيه عندها واحد لافلوت كبيره وكبيره بزاف اكبر من 100 طائره عاد يمكننا نمشيو عندها 45 طائره اليوم ام يمكن تجيب لينا 26 مليون الا بدرنا مع لي لو كوست مع الشركات الاخرى احنا جبنا من اكبر الشركات الاوروبيه اللي هي تيوي اللي عندها فعلا واحد لافلوت كبيره ولكن حتى هي راه خصها تلقى الويع الفنادق فين تنزل الزبناء ديالها طيله السنه هاد راه كلهم اشكاليات تنجيو الاشكال الاخر كي قلت لك اولا الطيران راه الا ما عندناش راه خاصه بما يسمى دي بوينت ا بوينت من نقطه لنقطه من مدينه لمدينه ماشي دوز ليا على لوب ديال الدار البيضاء راه بغيت تمشي لفاس راه خصك تمشي مباشره لفاس بغيت تمشي للداخله بغيت تمشي مباشره للداخله الى اخي ورزت نفس العمليه ورزت تقتلات لان ما بقاش عندها الطائرات مثلا خارج اشكاليه لنقل الطاقه الاستيعابيه للطيران او النقل الجوي ماذا هناك ايضا يعني قلت لك اولا الاستثمار يعني خصنا نجيبوا شركات دوليه هاي تيوي يمكن بغات تستثمر مع الشركه ديالها اللي عندها عندهم الفنادق هما غادي يبغيو يستثمروا كاين الوعاء العقاري كاين كيفاش نحلوا لهم المشكل مع المجتمع الصيغي الى اخره هذا مشكل كاين مشاكل اخرى اللي هي التنشيط والتنشيط الجماعات المحليه ما كتقومش بالدور ديالها ووزاره الثقافه خصها تساند وتعاون تقوم بالدور ديالها في اطار التنشيط ما يمكنليش نمشي نسيفط السائح لمدينه فاس يدير هي فيزيت دي مونيمون هيستوريك واللي خصهم يكون فيهم تنشيط وفي الليل نعس وما نخرج الشاي راه كاين هادو اشكال نفس العمليه غتكون في ورزازات الا مراكش شويه عندها بعض التنشيط ولكن بعد الترخيص ديال السلطات المحليه للتنشيط حتى هو عقده صعيب طيب انا نعطيك امثله يعني كاين دابا مثلا الجاليه اليهوديه حيت كيجيو للمغرب كيبغيو يديروا اعراس وافراح راه تيخصهم رخصه من عند السلطات المحليه طيب وهذيك الرخصه معقده حتى هي معقده حتى هي مشكل يعني الطيران الاستثمار والتنشيط كنعرفوا ان لا سميت بدات واحد البرنامج بدير بتعطي برامج للجهات باش كيف يديروا التنشيط ديالهم ولكن خص تمويل ديال التنشيط من الجهات ومن وزاره الثقافه يعني هذا مهم جدا كذا خصنا ناخذوه بعين الاعتبار